يعطيكم العافية طلابنا، كيفكن كيف صحتكم؟ إن شاء الله كل شيء بيكون خير وتمام معكم. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم هذا الفيديو موجه لطلاب الـ LS وطلاب الـ GS لحل Second Exercise الموجود بدورة 2009 العادية، العنوان Measurement of the Speed of a Plane. بس قبل ما أعمل أي شيء بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب للشانل، تعملوا لايك، تعملوا شير وتفعلوا الجرس. واكيد هيدا الاكسرسايز بده يكون تطبيق على تشابتر 8 الكتروماجنتيك اندكشن، هيدا اللينك تبعه اذا بتحبوا تفوتوا وتدرسوا وتراجعوا قبل ما تجوا لهيدا الاكسرسايز. تمام. فاذا السؤال هو تاني سؤال، هيدا السؤال مثل ما ملاحظين قدامنا عليه 7 علامات، موجود بدوره 2009 العاديه لطلاب اللايف ساينس، بس طلاب للجي اس اكيد بيقدروا يستفيدوا منه. عم بيقول هو measurement of the speed of a plane. The aim of this exercise is to measure the speed of a plane using the phenomenon of electromagnetic induction. فإذا أنا اخترت هيدا السؤال لأنه هو تطبيق عن chapter 8 اللي أخذني آخر مرة electromagnetic induction. فمهم أنكم مثل ما قلت لكم تحضروا الفيديو قبل إذا مش حاضرينه لتقدروا تطبقوا على هيدا الاكسرسايز. Second exercise, measurement of the speed of a plane. بيقول هو بالسؤال مثل ما مبين قدامنا The aim of this exercise is to measure the speed of a plane using the phenomenon of electromagnetic induction. الطالب بهذا السؤال بيتفاجأ شوي انه شو دخل البلين الطيارة بالإلكتروماغنتيك اندكشن. هو فعليا رح يبلش معنا بإلكتروماغنتيك اندكشن بعدين يكمل يشوف شي بيشبهه بالطيارة يخدمنا انه نطلع سرعة الطيارة او speed of a plane. تمام؟ خلينا نبلش ببارت A أول شيء وعرواق ونقرأ ونفهم لنشوف شو الوضع. A motion of a conductor in a uniform magnetic field. فإذا هلأ عم بيحكي بشكل عام motion of a conductor in a uniform magnetic field. هيدا الرسم اللي شايفينه نحنا حدنا بهيدي الفيجر بفيجر 1 هي إذا متذكرين منيح اللي حضر الفيديو بشابتر 8 electromagnetic induction مبين معنا هيدي second case اللي أخذناها لما variation of surface area لما الأريا تتغير. يعني اللي حضر الفيديو بيعرف منيح شو قصدي. اوكي بكل الاحوال رح نعتبر حالنا انه نحن عم نحل السؤال لاول مره والافكار معنا ولكن بدنا نطورها شوي شوي. The homogeneous metallic rod MN of length L slide on two horizontal and parallel metallic rails AA prime and EE prime at a constant speed V. طيب خلوني ارسم الرسمه واشرح عليها. اوكي هيدي الرسمه اللي معي اياها انا عم ترسم لي او عم تفرجيني تو ريلز، هودي تو ميتاليك ريلز هني بارلل لبعض. طبعا رسمتهم بهالشكل بالحقيقه هني شكلهم شكل ريكتانجل بس رسمتهم بهذا الشكل كرمال 3D يعني. اوكي مش بارم هو ابدا وهي مش زيحه هي بالحقيقه هاي بس مشان ارسمها وتبين شوي رياليستيك يعني. هيدي الريل AA برايم، هيدي الريل EE برايم، هاو بارلل لبعض عندهم نفس الطول. عندي رود اسمه MN مثل ما ملاحظين اذا بتذكروا الفيديو كمان قلت لكم انه ممنوع نطلع لبرا، يعني بالحقيقه هني بيكونوا على القد يعني ما في شيء لبرا. نحن انا وقتها بالشرح رسمت لبرا وذكرت لكم قلت لكم انتبهوا نحن ما بنطلع لبرا. نحن بالحقيقه الM بتكون على القد على هيدا الريل والN بتكون على القد على هيدا الريل. عم بيقول انه هيدي الرود طولها L، عندها لينكس L، ما في مشكلة، فإذا المسافة من هن لهن مشان أنا ما عجق الرسمة هي عبارة عن L. كمان هو بيقول إنه عندها فيلوسيتي V، يعني هي بالحقيقة هيدي الرود كانت هن. كان الـ G تبعها السنتر أوف جرافيتي تبعها فوق الـ O. أما أنا شو عملت؟ من هيدي النقطة دفشتها بسبيد، دفشتها بسبيد V، هيدي الـ V عم تكون كونستانت، يعني هو خبرني إنه هي كونستانت سبيد أو كونستانت فيلوسيتي، مثل ما ملاحظين. At a constant velocity v. During its sliding, the rod remains perpendicular to the rails. عم بيقول هو انه هي وماشي هيدي الرود بتبقى perpendicular، مش شغلي بتسبق شغلي او بتوقع او شيء، يعني بتبقى على الرايلز بكل الموشن هيدي الرود. تمام؟ عم بيقول هو كمان and its center of mass g moves along the axis ox. يعني هيدا الجي بيمشي على الاكسس ox، يعني لا بيطلع ولا بينزل. اوكي طبعا نحن اعتبرناها يونيفورم رود لاي لانه وزنها موزع بالتساوي، يعني السنتر اوف ماس تبعها بيطلع بالنص. عم بيقول هو at the instant t0 equal to 0 g is at o. مثل ما قلت لكم الجي كان هان فوق الاو وبلش يمشي. تمام. طيب the origin of the abscissa g is at o. the origin of the abscissa at an instant t the abscissa of g is x
and ال v بتساوي dx by dt. بعد فترة من الزمن هي وماشي، ما أنا ما بعرف وين بتكون يعني، بعد فترة من الزمن هي وماشي كانت على مسافة x هيدي الرد، أوكي any x. وطبعا إذا أنت عم تمشي يعني البوزيشن تبعك عم بيتغير، يعني أنت ممكن يكون عندك speed، هيدي السبيد اسمها v، عرفنا إياها ومثل ما بنعرف هي dx by dt من خلال شو؟ من خلال الميكانيكس chapter ال 1 وال 2 وال 4 اللي أخذناهم نحنا، energy وشو linear momentum وميكانيكال اوسيليشن. انا بنصحكم انكم تكبسوا على هيدا اللينك وتروحوا تحضروا كل الفيديوز اللي انا عاملهم اللي خاصين بجريد او لصف الترمينال اللايف ساينس والجنرال ساينس. تمام، لحديت هلا نحن كنا بس عم نقرا بدايه السؤال، حتى انه عنوان السؤال ما حطيناه A motion of a conductor in a uniform magnetic field. طبعا انا سبقت شوي الاحداث بالحكي، بس انه رح ارجع عيد اذا بدكم، بس المعلومات صارت معروفه. طبعا من خلال الرسم اللي معي اياها ببين شغلتين محطوطين هن ال N وال B. اوكي، ال N هو direction of normal vector، وخبرني انه هو باتجاه down يعني بقلب الاريا لتحت هاي ال N، وكمان اعطاني الماجنتيك فيلد، وبتذكركم بالعنوان هو قال uniform magnetic field يعني ال B ثابت، وكمان عندي ال B لفوق. تمام، البي لشو بستخدمها والان لشو بستخدمها هلا بخبركم، بس خلينا وحده وحده لنعرف شو عم نعمل معه. اوكي طيب، كمل بعد انا بيقول لي the whole setup formed of the rod and the rails is put within a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the horizontal rails، مثل ما مبين بالفيجر 1 قدامنا ومثل ما انا رسمت. اوكي، بنمبر 1 بيقول لي determine at the instant t the expression of the magnetic flux crossing the surface A, M, and E in terms of L and X taking into consideration the chosen arbitrary positive direction on figure 1. كتير كتير منيح. فإذا عم بيطلب مني جيب الماجنتيك flux، وعم بيقول لي بدك تحترم او بدك تقدر البوزيتيف دايركشن. طب انا كيف بدي اعرف البوزيتيف دايركشن؟ كتير كتير منيح. البوزيتيف دايركشن انا وياكم بنعرفه من خلال مين؟ من خلال ال N النورمال فيكتور. الماجنتيك فلكس عنده فورمولا هي فاي از ايكوال تو ان بي اس كوساين شو؟ ثيتا. بدي اذكركم انه الثيتا هي الانجل بتوين N اند B. كتير كتير منيح. إذا بتطلع أنا على هيدي الرسمة بشوف الزاوية بين ال N وال B هي 180 درجة، لأنه هو بعكس بعض إذا بتلاحظوا هيك. فإذا الأنجل بتوين ال B وال N لأنه ال N لتحت هي 180 ديجري. تمام؟ فإذا شو بتصير هيدي الفورميلا؟ بتصير الفاي بتساوي N B S كوساين 180. كتير كتير منيح. ال N هو عدد اللوبس، إذا بتلاحظوا أنتوا طلعوا بهيدي هان اللوب هو لوب واحد مش أكتر، فإذا هاي 1. طيب البي شو وضعه؟ البي بتركها بي، أما الاس هو الاريا، الاريا لهيدا الريكتانجل اللي شايفه أنا، إذا من هان لهان هي ال والمسافة من هان لهان هي اكس، سمبلي هي ال تايمز اكس. الكوساين 180 هو ماينز 1، فبيطلع معي الجواب ماينز بي ال اكس. هيدا كان نمبر 1. بالنسبة لنمبر 2 بيقول لي explain the existence of an induced EMF E across the ends M and N of the rod. برهن لي انه في induced electromagnetic force على هيدا الرود، برهن لي وجوده. هلا انا قلت لكم بالفيديو اللي شرحت لكم اياه، ليكون في E، ليكون ال E موجود ومش زيرو، لازم تكون الفاي مش ثابته. ايوه كثير كثير منيح. فاذا the magnetic flux varies. طب لتكون فاريز بده يكون هيدا الفاي اللي معي عم يتغير، بالفعل هو هيدا الفاي اللي معي عم يتغير لانه بيعتمد على الاكس، والاكس اللي هي هان مش ثابته، لاي لانه هيدا الاوبجكت عم يمشي بشو؟ بكونستانت فيلوسيتي. فاذا مجرد ما هيدا عم يمشي يعني هيدا الاكس مش ثابت، يعني هيدي الفاي مش ثابته، يعني الاي مناش زيرو. اوكي، فاذا شو بدي اقول انا؟ بدي اقول the magnetic flux varies، مثل ما قلت لكم لاي، هيدا بيعني بما انه الماجنتيك فلكس از فاري، هيدا بيعني an induced EMF E appears across the extremities N and M of the rod. فإذا مجرد ما هيدي عم تتحرك يعني الاكس عم تتغير، يعني الفاي مش ثابته، يعني على هيدا الرود في induced EMF E. بالنمبر 3
بالنمبر 3 بيقول لي determine the expression of the induced EMFE in terms of B, L and V. في شيء غريب هن. دخل الفي بالدق. هيدي الـ EMF اللي هي موجودة اللي برهنتها موجودة ببارت 2 عم بيقول لي جيبها in terms of B, L and V. كتير كتير منيح. اللي بيتذكر بيعرف according to Faraday's law E أو الـ induced EMF is equal to minus d phi by dt. يعني minus d by dt لمين؟ للminus bLx اللي طلعناها من شوي. شو في constant بقدر طلعه لبرا أنا من هاي الderivative؟ البي هي constant لأنه قال لي uniform والL هو length of the rod مش هتطول الرود أو تقصر. فإذا هاول اتنين سبتين فيني طلعهم لبرا. طلعهم مع الماينس تبعولتهم بيطلع معي الجواب minus into minus bL بيبقى جوا الx لأنه هو مش ثابت d by dt dx by dt. هاي الدي اكس باي دي تي اعطاني اياها جيفن اول ما بلشنا انه هي في. فشو بيطلع لي الماينس والماينس بتصير بلس بيطلع معي الجواب بي ال في. بكل بساطه هيدي هي الانديوست اي ام اف اي بي ال في. بالنمبر 4 عم بيقول لي نو كارنت وود باس ان ذا رود. واي؟ ليش ما في كارنت؟ ليش ما في اي بيمروا على هيدي الرود اللي انا حطتها؟ بكل بساطه لانه السيركوت از ان اوبن سيركوت. فأذن since the circuit is an open circuit implies I بتساوي 0. بنمبر 5 عم بيقول لي deduce the polarity of the points M and N of the rod and give the expression of the voltage U and M of E. كتير منيح. عم بيقول لي deduce يعني هلا هو عم بيقول deduce وجيب ال U and M. هلا في شيء بيخدمني أنا بالموضوع إنه ال U and M له فورمولا. أوكي ال U and M بينكتب E minus IR. فيك تراجع الفيديو كيف تطلع هذا الشيء. يعني كل أخبارنا متعلقة بموضوع الفيديو. يعني عطول أنا مضطرين تحضروا الفيديو كيف شرحت. اللي حاضروا ما في عنده مشكلة بس مش حاضروا مضطر يحضروا ليعرف. طيب بما أنه الـ I is zero وهذا الشيء اللي هيخدمني بالموضوع. تعرفوا لو الـ I مش zero ما كنت لحعرف الـ polarity. تمام؟ هلا since الـ I is equal to zero هيدا بيعني هيدا term طار. هيدا بيعني انه الـ U N M بتصير بتساوي E. طب الـ E ما انا من شوية برهنتها هي B L V. الـ V positive الـ L positive والـ B positive. هيدا بيعني انه هيدا جوابه positive. انتبهوا شوية اللي عم بقوله الـ U N M طلعت positive. الـ U N M طلعت positive وهيدا الشيء كتير كتير مفيد. لما شغلي potential difference between two points بيكون positive يعني هو صح. يعني اول نقطة انا مستخدمها هي الـ positive وتاني نقطة هي النيجاتيف. انتبهوا سألني عن بولاريتي. بولاريتي يعني وين ميلة البلس بالرود وين ميلة النيجاتيف بالرود. فإذا من خلال هيدي الفورميلا اللي طلعت معي هيدا بيوصلني انه الـ N is the positive pole and الـ M is the negative pole. هيدي المعلومة اللي انتبه لها. فإذا الرود اللي أنا معي اللي أنا مرسوم معي بهيدا الشكل من شوي كان مرسوم هيدا الرد هاي الميلة هي البلس وهاي دي الميلة هي الماينز منه. بدنا ننتبه لهاي القضية لنقدر نكمل بعد. هيدا كان بارت A كل اللي حليناه هلأ كان ببارت A. هلأ جينا لبارت B measurement of the speed of a plane. هلأ بدنا نجرب أنا وياكم نجرب نطلع سرعة البلين. measurement of the speed of a plane. A plane is flying horizontally along a straight path with a constant velocity v1. هيدي شغلة بدنا ننتبه لها. معي أنا طيارة plane ماشي بسرعة v1 مثل مبين معي بالفيجر. تمام؟ طيب. Of magnitude v1 within the uniform magnetic field B of the Earth. أيوة. نحنا بدنا ننتبه لشغلة. الأرض اللي نحنا ساكنين عليها هي عبارة عن magnet. هيدي الأرض عندها magnetic field. هاي الطيارة لما تكون طايرة بشكل معين يعني خليني أرسم معكم هاي الرسمة. افترضوا أنا معي هاي البلين. تمام؟ هاي البلين اللي أنا معي إياها اللي هي طايرة بشكل معين معرضة لماجنتيك فيلد. هاي البلين أول شيء ماشي بسبيد أو فيلوستي بهالاتجاه V1 معرضة لماجنتيك فيلد. أوكي؟ of the earth. كتير منيح. The vector B in the region of flight has a horizontal component of magnitude BH equal to 2.3 times 10 to the power minus 5 Tesla and a vertical component of magnitude
VB equal to 4 times 10 to the power minus 5 تسلا. فإذا الماجنتيك فيلد تبع الكرة الأرضية مقسم ل 2 ماجنتيك فيلدز كومبوننتس، واحد اسمه BH بهيدا الاتجاه، واحد اسمه BV بهيدا الاتجاه مثل ما مبين معي بالفيجر. وخبرني انه الـ BH بتساوي as a magnitude هي 2.3 times 10 to the power minus 5 تسلا، هي الهوريزونتال، و BV بتساوي 4 times 10 to the power minus 5 تسلا as a magnitude. السؤال بيقول the wings of the plane considered as a straight and horizontal conductor of lengths M prime N prime. هودي الوينجز تبع الجوانح تبع الطيارة اللي حتبرون جالسين، يعني قال لي اعتبرون جالسين، وقال لي بلش يربط بين هيدا السؤال واللي قبله، اعتبر انه طولهم اسمه L prime ومقسمين بشكل M prime N prime. هيدا اللينكس هو بيساوي 30 meters، وعم بيقول sweep with time a surface area، يعني هني ماشيين مع الوقت هيدا عم يرسم surface area، يعني هيدا الوينجز جوانح الطيارة هني وماشيين عم يرسموا عم بيمسحوا عم بيعملوا surface area وراه، تمام؟ هو عم يجرب يربط بين السؤال قبل اللي حليناه وبين الطيارة. بأول سؤال عم بيقول the magnetic flux of BH through the swept surface area is 0 y. لاي ال BH الماجنتيك فيلد اللي عم بيعمله هيدا، إذا جيت طلعت له الماجنتيك فلكس بأنه أنا معي 2 B، يعني عندي 2 ماجنتيك فلكس، مزبوط؟ طيب ليش الماجنتيك فلكس الخاص بي بال BH is شو؟ simply zero. ليش zero الماجنتيك فلكس عم بقول؟ ما بدي شي القصة، القصة إنه ال N بعده مثل ما هو، ال N اللي حكينا عنه بأول رسمي هو يا لفوق بيكون يا بيكون لتحت. هلا الـ BH عم بيكون معه بزاوية 90 إذا ملاحظين أنتو، مظبوط؟ يعني أنت إذا جيت حبيت تجيب الـ Phi H الخاص بالـ BH بتقول أنت N BH مثلا S شو ما كانت cosine شو؟ cosine الزاوية بين مين ومين؟ بين normal N والـ BH، تمام؟ بس للأسف الشديد أنه الزاوية بين هول الاثنين هي 90 degrees وcosine 90 هو 0، هيدا بيعني أنه الـ Phi H is 0 وبر، هيدا بيعني يا استاذ انه ال BH مش عم بيعمل ماجنتيك فلكس، ما عندوش ماجنتيك فلكس. بالبارت B عم بيقول give the expression of the induced EMF E1 that appears between the ends M prime and N prime of the wings in terms of BV L prime and V1. جيب الاي. اوكي، اول شيء لقادر جيب الكتروموتيف فورس لازم جيب الماجنتيك فلكس الخاص بالبي في، يعني فاي في هي عباره عن شو؟ عن ان بي في اس شو؟ كوساين 0. اوكي، رح اعتبر انه هي 0، بيطلع معي ساعتها هيدا الكوساين 0 هو 1، بيطلع معي ساعتها والان هي 1 رح اعتبرها، بيطلع معي بي في ال برايم اكس، رح سميها اذا بدكم اكس برايم، ما في اشكال يرجع عملها درفت بالنهاية أو خلوها X، ما في إشكال أبداً بالموضوع. من بعد ما جبنا الـ 5V صار فينا نجيب الـ E، الـ E1 اللي هو طالبها اللي هي minus D 5V by DT، مظبوط؟ يعني هي عبارة عن minus D by DT لمين؟ للـ BV L prime X. الـ BV والـ L فينا نطلعهم لبرا لأنه هني constant، بيطلع معي minus BV L prime DX by DT. الـ DX by DT سميها هو V1 من شوي، فإذا هي بيطلع معي minus B V L prime V1، تمام؟ هلا بيجي حدا بيسأل إنه هاي الزاوية ليش نحنا أخذناها 0 ما أخذناهاش 180، لأنه أنا مش عارف إذا الآن فوق أو لتحت، أنا عم بتبع نفس الآن اللي أعطاني إياها بالسؤال، الآن اللي أعطاني إياها بالسؤال كانت لتحت والـ BV لتحت، فإذا الزاوية بيناتهم صفر، تمام؟ هاي دي الشغلة ما ننتبه لها لأنه هو قال نفس التفاصيل تبع هيديك السؤال اللي قبله. جينا لنمبر 2، يعني اخر شيء هو انه نطلع سرعه الطياره. عم بيقول determine v1 if the potential difference across the wings has a value of 0.36 volt. يعني عم بيحكي بشغلات بدنا نجرب نعمل انالوجي، هيدا الشيء عم نعمله هو انالوجي، عم نربط شغلي بشغلي ما بتشبهها ابدا، بس ولكن عم يطلع عنا نفس الفورمولاز، تمام؟ اوكي، اول شيء اذا بنراجع اللي حليناه من شوي، طلعت معي الـ UNM من شوي بهيدا البارت اللي قبل هو عبارة عن إيه؟
باي انالوجي اذا بدكم فينا نستعمل هذا الشيء اليو ان برايم ام برايم لازم يطلع هو ذاته الاي بس ولكن شو اي 1 هيدا اذا بدكم اسمه انالوجي لانه عم بيتبع نفس السيستم تبعه فالفورمولا تبعه للطياره as an system عم بيعمل electromagnetic induction نفس الفورمولا تبع السؤال اللي حليناه من شوي تبع two rails وفون وحده رود تمام طيب فاذا بما انه اليو ان ام بالسؤال اللي قبل طلعت اي اعتبرنا انه الاي مش زيرو بهذا السؤال كمان رح نعتبر انه الاي مش زيرو انه هي open circuit ورح نعتبر انه بتساوي اي ولكن الاي هان اسمها اي 1 كثير كثير منيح هيدا بيعني انه اليو ان برايم ام برايم هو اي اي يعني ماينس بي في ال برايم شو في 1 بس هو قال انه هيدي بتساوي 0.36 هلا الفاليو تبعها بيساوي 0.36 الفاليو يعني النورم تبعها يعني انا هيدي اللي معي اياها صحيحه 100% ولكن اذا حبيت اقول الفاليو تبعها او حط انه بتساوي 0.36 لازم اعمل لها ابسولوت فاليو فاذا هيدا بيعني ابسولوت فاليو لليو ان برايم ام برايم اللي هو بيساوي 0.36 هو ذاته الابسولوت فاليو للبي في ال برايم في 1 مع ماينس اكيد بما انه في ابسولوت فاليو يعني صار فيني شيل الماينس هيدا بيعني انه بي في البرايم في 1 بتساوي 0.36 انا مين بدي انا اخر شيء بدي اوصل له اللي هو الفي 1 سرعه الطياره اللي سميها هو في 1 فاذا سمبلي الفي 1 شو بتطلع بتطلع 0.36 اوفر بي في ال برايم بيطلع معي جواب 0.36 اوفر البي في اعطاني اياها جيفن وبتساوي 4 times 10 to the power minus 5 تسلا وبدي انتبه ما في شيء بده تحويل هيدا اعطاني اياها فولت كمان بدي انتبه والال اعطاني اياها 30 meters فاذا الحمد لله ما في شيء بده تحويل يعني بعمله على الكالكوليتر وبيطلع معي الجواب 300 meters per second فاذا سرعه الطياره بتطلع 300 متر بالثانيه كل ثانيه هاي الطياره اللي انا معي اياها جيفن بتمشي 300 متر يعني انا حيالة طياره ماشي معي استاذ بالجو هلا هي معرضه لماجنتيك فيلد من الارض هيدا الماجنتيك فيلد مقسم لقسمين واحد اسمه بي اتش ما بياثر عليها واحد اسمه بي في بياثر عليها اوكي هودي شغلات بدي اياكم تنتبهوا لها هيدا هو كان الفيديو تبعنا عن حل دوره 2009 الاولى سكند اكسرسايز هيدا كان سؤال خاص للالكتروماجنتيك اندكشن انطروا معي مني فيديوهات جديده وبتشكر انكم عم تحضروا ويعطيكم الف الف عافيه